انا عايز اشكر كل اللي بذل مجهود وعمل بيجز على الفيسبوك ليا. بس بصراحه الموضوع مش عاجبني، لانه ما يبقاش فيه مصابين وشهداء وموقعة، ولسه في بلطجيه لسه هاجمين على الميدان وفي 103 مصاب، ولاقي الناس كلها قاعده بتتكلم على احمد حراره دخل مستشفى، احمد حراره خرج من المستشفى. في اولويات تانية، في مصابين غيري موجودين في مستشفى المنيره، في مصابين غيري موجودين في مستشفى القصر العيني، والعدد كبير. فانا شاكر ليكوا جدا، ويا ريت تركزوا في الميدان وعلى القضيه اكتر. وده ينقلني على النقطه الثانيه، انه انا الناس بتتكلم معايا بشكل مستمر بقالها اسبوع على موضوع انه انا ابقى الممثل الرسمي. انا خوفي من الموضوع ده انه برضو شخصنة الميدان ما ينفعش يتشخصن، ما ينفعش يبقى واحد. احنا الكتير قوي اللي قاعدين، اللي بيوصل عددنا في 4 مليون ساعات وال1000 واحد بس بقية الناس كلها واحد. يعني ده الميدان، فما ينفعش يبقى فيه واحد بس هو المتحدث او اللي بيتكلم باسم الميدان. لا، اللي انا متعود عليه في الميدان دايما كان بيحصل انه من كل خيمه ومن كل مجموعه بيترشح واحد منهم، عارفين ان هو عنده رؤيه وبيعرف يتكلم، ان من كل مجموعه موجوده وكل حركه موجوده من كل الناس بنجتمع كلنا. وتقريبا كنا دايما بنجتمع عند تمثال عمر مكرم، نجتمع ونقرر احنا هنعمل ايه. ليه فجأة الموضوع بقى لأ حرارة؟ يعني ما ينفعش. احنا قوتنا بينا احنا كلنا، مش بشخص. انا خوفي منه لو انا بقيت المتحدث تتشوه صورتي، وده يتعمل بمنتهى البساطة، لان انا ما انا انا ماشي براحتي وعلى طبيعتي وبعمل كل اللي انا عايزه. انا خوفي انه يرجع على الميدان بالسلب، ودي حاجه انا مستحيل اشارك فيها. وبصراحه الحاجه اللي بجد هي الموضوع، هو انه انا اصلا امكانياتي وقدراتي واخري اقف على الرصيف احتج، اكبر من كده مش هعرف اعمل. وربنا وفقنا في اللي احنا بنعمل فيه، في اللي احنا فيه، ويا ريت ما ننساش قضيتنا ان احنا واقفين عشان خاطر المجلس يمشي ونجيب مجلس رئاسي مدني. يا ريت نهتم بده، وما نبتديش نهتم بشويه تفاصيل صغيره ملهاش اي لازمه.